السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في سلسله ديال جيت دوت ايو. كما عودتكم دائما الجديد مع جيت دوت ايو. هاد النهار غادي نهضروا على جيت ايو ريفرال كامبين اللي يمكنك تستافد منها باش تطلع الفي اي بي ليفل ديالك. خليكم معايا. كيف ما كتعرفوا بان المنصه ديال جيت دوت ايو ضروري خاص يكون عندك الفي اي بي ليفل اللي كتستافد منه من خصومات اللي هما كبارين، سواء في لي ترانزاكسيون ديال سبوت او لا ترانزاكسيون ديال فيوتشر ديال كونتراكت. في اي حاجه كتجي ديرها كيخصك يكون عندك في اي بي اكثر من في اي بي 0. دونك جيت دوت ايو باش تعاون اليوزرز ديالها باش يزيدوا يطلعوا في الفي اي بي ليفل دارت ريفرال كامبين. المده ديال هاد ريفرال كامبين اللي هو من 16 مارس حتى 30 مارس غادي يمكن لكم تطلعوا الليفل ديالكم في الفي اي بي من 0 حتى 5. وباش تستافدوا من هاد الترقيه ديال الفي اي بي ليفل سهله جدا، غادي يخصك انك تانفيتي الناس اللي كتعرف، صحابك ولا عائلتك والناس اللي هما مهتمين بالعالم ديال العملات الرقميه، انهم يدخلوا ويتسجلوا في المنصه ديال جيت دوت ايو. اون فوا غادي تسجلوا عبر الرابط ديالك، ديك الساعات غادي يمكن لك تطلع في الفي اي بي ليفل ديالك، وهكا غادي تستافد من خصومات اللي هما كبر، و او ميم طون غادي تاخذ الكوميشن ديالك. دونك لي كونديسيون اللي كاينين باش تكون الاحاله ديالك فاليدي، اول حاجه خاص الشخص اللي غادي يدخل عن طريقك يدخل باللين ديالك، يعني نتايا غادي تصيفط له الرابط ديال الاحاله ديالك باش يدخل عن طريقه. ثاني حاجه خاصو يدير الفيريفيكيشن كي واي سي، يعني يدخل بطاقه التعريف الوطنيه اولا الباسبور ويعطي المعلومات الشخصيه ديالو. غادي نخلي لكم الفوق في الاي كيفاش ديروا التسجيل في المنصه ديال جيت دوت ايو. ثالث كونديسيون اللي هي هذا الشخص هذا اللي غادي يدخل من عندك او عن طريقك نتايا خاص ضروري يدير واحد تريدين فوليوم اولا ديبوزيت ديال 1000 USDT اي ما يعادل 1000 دولار. اما بالنسبه للناس اللي هما ديجا كانوا شاركوا في الريفرال بروغرام اللي كان دخلوا الناس تسجلوا من عندهم، غادي يمكن لهم حتى هما يزيدوا يطلعوا الليفل ديالهم، غير انهم يدخلوا يديروا ريجستريشن ديالهم. الليفل ديالك في الفي اي بي غادي يمكن له يطلع اولا ترقى فيه على حسب لو نومبر ديال الناس اللي غادي يدخلوا عن طريقك. يمكن لك تطلع من الفي اي بي 0 للفي اي بي 1 الى دخلتي 10 الناس كوم مينيموم. الى دخلتي 30 الناس غادي يمكن لك تطلع من في اي بي 1 ل 2، من 2 ل 3 خاصك تدخل على الاقل 50 شخص، من في اي بي 3 الفي اي بي 4 خاصك على الاقل 70 شخص، ومن الفي اي بي 4 للفي اي بي 5 خاصك على الاقل 100 شخص. هكا باش غادي يمكن لك تطلع في لي ليفل. سينو بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا كاليفيي غادي يستافدوا من داك الفي اي بي ليفل اللي غادي يطلعوا له لمده ديال 30 يوم، وغادي يمكن لهم يستافدوا منه من بعد 7 ايام مور ما يتسالى هاد الكومبين هادي اللي هي من بعد 30 مارس. الترقيه ديالك عن طريق تريدين فوليوم اولا الجي تي هولدين اللي هي جيت توكن هولدين غادي تبقى خدامه في المده ديال الايفنت، يعني ما فيهاش مشكل. بالنسبه للناس اللي غادي يدخلوا بدي كونت اللي هما دوبليكي غادي يتم الاقصاء ديالهم، ما غاديش يستافدوا من الترقيه ديال الفي اي بي ليفل ديالهم.